النادي الاهلي بيتعاقب على فوزه ببطوله افريقيا. ايوه لازم يتعاقب بالظبط، لازم يتعاقب. لا والله يتعاقب مش بطوله افريقيا بس يا ابو محمد، يعني الاهلي بيتعاقب على ان عنده سيستم وينافس دائما وموجود بصوره تليق بيه وبجمهوره وغيره مش قادر يعمل ده، فلازم يطلعه على الغلطه. يعني هو الاهلي استمراره في بطوله افريقيا للنهائي واحراز اللقب ده يعني سبب حاجه غلط، هو ضغط عليه بالشكل ده ولا يعني، يعني بغض النظر عن المنافسين يعني ايا كان المنافسين، يعني الـ هذا شرف للبلد وشرف للنادي الاهلي وشرف للكره المصريه. مش ممكن اتحاد الكوره يبقى تايه عنه هذه النقطه ويضع الاهلي تحت ضغط بالشكل ده بصوره مستمره لتحقيق العداله في لا انت حقق العداله فعلا، انت بتدور على العداله لصالح حد معين، يعني مش حاسبها صح فعلا. انا شايف اتحاد الكوره يعني تاجيل مباراه في الكاس، طب مال بطوله الكاس ومال بطوله الدوري دي محمود حسمها. اه ده مسار وده مسار، وان انا مثلا يعني اخد فرقه معينه تلعب في مدينه معينه لفتره لعدد مباريات والاهلي رايح جاي محافظات مصر، لا يعني دي يعني فين ده ماتش النصر. ماتش النصر النادي الاهلي جاب موافقه من نادي النصر على الماتش اتلعب في القاهره. الماتش اتلعب في استاد الماكس في اسكندريه، في اسكندريه في عز يعني ايه اجواء شتويه عز غير كده. كان قبل برضه قبل السفر لسان داونز لو على ما اتذكر، يعني حاجه لا يعني في حاجات غريبه يعني. استمرار الاهلي في بطوله افريقيا للنهائي ده سبب يعني مش شايف له اي سبب ان هو يتعاقب بهذه الصوره، ان هو يضغط عليه بالمباريات في توقيت ضيق جدا ومحافظه من هنا لهنا لهنا لهنا. لا ده لازم فيه شيء من العداله. اتحاد الكوره كابتن مجاهد يعني انظر في الامر بشكل موضوعي، لان طبعا يعني وضعف الامر برضو ان الاهلي لم يتاخر عندما طلب منه رباعي قيم جدا مهم جدا. ست لعيبه ست لاعبين يوصل اربعه منهم من رجليهم اللي هم اساسيين اساسيين في يعني كل الحاجات دي لازم تتحط في الاعتبار. وامتداد المسابقه اسبوع او اسبوعين كمان مش هيخرب الدنيا يعني، مش يعني انا شايف ان لازم. لا يا فندم، هو لا هو حتى انا بسيبك من امتداد المسابقه يا فندم، لانه في النهايه حضرتك حتى لو عايز تنهي المسابقه في ميعاد اللي حضرتك هتقدر تعمل ده. هتقدر تعمل ده اذا ضغطت الاهلي فاضغط بقيه الفرق.